حضراتكم خلوني أبدأ بالحدث اللي الحقيقة مش مهم بس بالنسبة لنا في مصر أو في الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية، لكن لو حضراتكم تابعتوا وسائل الإعلام الأجنبية هتلاقوها مهتمة جدا بهذه القمة المصرية السعودية، اللي طبعا بتأتي وكالمعتاد كعبارات الأخبار دايما في وضع إقليمي شديد الصعوبة وسط تحديات عربية هائلة للغاية. اجتماع ما بين أو قمة ما بين الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكل أهمية كبيرة، خاصة أن كان في كلام كتير جدا في الداخل والخارج حول العلاقات المصرية السعودية في هذا التوقيت. يسعدنا أن ينضم إلينا على الهواء مباشرة الإعلامي الكبير الأستاذ عماد الدين أديب. أهلا وسهلا أستاذ عماد. أهلا بحضرتك مرشانة، سعيد أن أكون موجود مع حضرتك ومع جمهورك الكريم. شرف لينا، والحقيقة احنا بنفتقد حضرتك، وانا دايما حتى في عدم وجود حضرتك معايا بقول ان الموضوعية بتسأل على حضرتك، لان تعلمنا الموضوعية من مدرسة اعلامية زي حضرتك يا استاذ عماد. اهلا وسهلا. العفو، الشكر لحضرتك. عايزة أسأل حضرتك على قراءة حضرتك للقمة المصرية السعودية في هذا التوقيت، خاصة أن أكيد حضرتك كنت بتتابع ما ينشر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية أو حتى السعودية نفسها عن وجود ثم التوتر مكتوم في العلاقة المصرية السعودية. يعني إحنا عندنا مثل في مصر بيقول لك اللي ما يعرفش يقول عكس، إحنا في حالة العكس، لأن ناس كتير مش فاهمين طبيعة العلاقة. فارق ما بين ثلاث مواضيع يجب ان احنا دايما يعني نتوقف امامه، وهو طبيعة العلاقة التي يفرضها التاريخ وتفرضها الجغرافيا، ودي ثوابت لا علاقة لها بالحاكم ولا بالنظام ولا بالظروف. ودي حضرتك لو حضرتك تشوفيها حتى في اقصى حالات توتر العلاقات المصرية السعودية بسبب حرب اليمن ما بين الملك فيصل رحمه الله والرئيس عبد الناصر رحمه الله، صورة لو تخش عليها في الأرشيف بعد كده لما تصالحوا هما في القمة الاثنين مسكين ايد بعض ومشهد يعني شديد الحميمية بين الاثنين، وبعدين في قمة الخرطوم وقف الملك فيصل ودعم الرئيس عبد الناصر دعما شديدا، وفضل حتى وفاة الرئيس عبد الناصر يقف معه وطويت صفحة الخلاف حوالين اليمن. ليه؟ لأنه فيصل كواحد من أقدم وزراء الخارجية والدبلوماسية ومن مؤسسين عصبة الأمم في سان فرانسيسكو يدرك يعني إيه أهمية الجغرافيا وأهمية التاريخ، ونفس الحكاية كان بالنسبة للرئيس عبد الناصر يدرك الجغرافيا والتاريخ. فده جانب يعني نرجو إن إحنا دائما نبقى فاهمين إنه هذه علاقات استراتيجية، يعني ما تقدريش تغيري مصر من على ضفة البحر الأحمر، ولا تغيري السعودية من على الضفة الثانية، ولا تغيري علاقة النسب والتراحم بين الاثنين وأصول القبائل العربية، ولا تشيلي مكة والمدينة ذات الأهمية بالنسبة للمصريين من الناحية الروحية بالنسبة للسعودية، ولا الاثنين ونص مليون عامل اللي بيشتغلوا في مصر اللي بيشتغلوا في السعودية، ولا النص مليون سعودي اللي عندهم إقامات دائمة في جمهورية مصر العربية، ولا 7 مليار دولار استثمارات. هذه أمور مش هتتغير. نيجي بقى للجانب الثاني اللي لازم نفهمه، وهو أنه نعم أنا صديق لمصر ونعم أنا صديق للسعودية، لكن الظرف في داخل المملكة غير الظرف داخل مصر. المملكة نظام مستقر، الملك سلمان هو 7 ملوك المملكة العربية السعودية، لم تحدث أي ما يمكن أن يقول عليه تمردات، انقلابات، ثورات داخل المملكة. بينما الرئيس السيسي يحكم بلد فيها كانت الدولة على حافة الانهيار، جاء بعد أيام عقب نظام كان يريد اختطاف مصر إلى اتجاه معين، في رئيسين اتحبسوا في 36 شهر في أزمة أمن في أزمة اقتصاد. لما تيجي تبصي لاقتراب كل منهما للقضايا الإقليمية هتلاقي أنه مصر مهتمة بنفس الدرجة بالسعودية فيما يختص بموضوع اليمن، لكن
آلية التدخل مختلفة. مختلفة تماما، خاصة انه السعودية اطول حدود فيها مشتركة مع دولة هي مع اليمن، واليمن زي السودان بالنسبة لنا تعتبر الفناء الخلفي، يعني اي توتر موجود في اليمن يعتبر مسألة داخلية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تهريب السلاح، الارهابيين، الخطر، الحدود، كل هذه الأمور مهمة بالنسبة للسعودية. اليمن بالنسبة لمصر موضوعين، موضوع له ما يمكن أن يسمى بذكرى مؤلمة لا يراد بالجيش المصري أن يكررها، لكن في نفس الوقت تعني الأمن القومي المصري بالنسبة لباب المندب بالنسبة لقناة السويس اللي احنا لسه مستثمرين فيها 60 مليار جنيه. فبالتالي كل واحد يتحرك من مصالحه. كل واحد في هذه الحالة يتحرك من مصالحه. في حالة النظر إلى سوريا بالنسبة للسعودية هي قيام الأسد بخيانة العلاقة التاريخية بين دمشق والرياض وتجييرها لصالح إيران. ده موضوع حساس جدا، عاشت المملكة العربية السعودية دائما من وقت الأسد الأب على علاقة خاصة مع حكم الأسد، حتى بدليل لما حصل الغزو العراق لدولة الكويت سوريا حافظ الأسد أرسلت قوات وقفت مع السعودية لأن كانت العلاقة استراتيجية وكان في ترابط من وقت حرب أكتوبر وفي علاقات خاصة بين الزعيمين. فجأة في عهد الأسد الابن ذهبت سوريا مع إيران، هناك خيانة لطبيعة هذه العلاقة. فينظر لها من المملكة العربية السعودية على أنها بيع علاقة استراتيجية لصالح طرف آخر، فمن هنا بقاء الأسد في الحكم بالنسبة للمملكة مرفوض. بالنسبة للحالة المصرية هناك رؤية مغايرة هذا الموضوع. ليه؟ لأن مصر تريد الحفاظ على النظام ولا يمكن أن تقف مع معارضة للنظام جزء كبير منها هو تكفيري وخطر في الوقت اللي بتحارب فيه الإرهاب. صحيح. هنا بقى طريقة المقاربة مختلفة، لكن في النهاية الاثنين متفقين على هدف واحد وهو بقاء سوريا الموحدة. طيب اللي هم حنطلقوا منها في المحادثات اللي هي بتجرى الآن. تمام، بس كنت عايزه انا اسال مقاطعه استاذ عماد، بس عايزه اقول حاجة بعض ما يدور في الداخل او حتى في بعض التحليلات الغربيه، وانا متاكده ان حضرتك متابع ده اكتر مني، هو مساله ان ثم التحول في السياسه السعوديه، يعني هم يرون ان هناك جناح او طيار في السعوديه الان يقوده محمد بن سلمان وزير الدفاع يتعلق بمساله استخدام القوى العسكريه. البعض يرى ان هناك اختلاف بين هذه الاليه التي تفكر بها السعوديه وما بين الاليه المصريه. لا حضرتك، بس عشان يعني تفهم السعودية صح، فيها طيارات كتير، فيها ناس بتفكر كتير، لكن الذي يصنع القرار الملك هو الملك السعودي. يعني ده سابع ملك، السبع ملوك من أول الملك عبد العزيز لحد آخر ملوك المملكة العربية السعودية هو سلمان بن عبد العزيز الذي يصنع القرار، مهما بتقولي طيارات واتجاهات والكلام ده كله، دي مش فنلندا ولا السويد ولا الدنمارك ولا لا. الذي يحكم والذي يصدر القرار والذي يحسم الامور في النهايه هو مليك البلاد. يعني لا تلاحظ ان هناك تحول في السياسه السعوديه في المنطقه في الفتره الاخيره؟ لا، التحول في السياسه السعوديه ان هي انتقلت من مقعد المسانده المالية والدعم السياسي إلى الخط الأول في المواجهة بالعمل العسكري. التحول الاستراتيجي الذي حدث في مسلكية أو السياسة الخارجية السعودية منذ عهد الملك سلمان حتى الآن. وده ما كانش اختياري لأن حضرتك بس لو تبص على الخريطة، المشكلة إن الناس كتير ما بيبصوش على الخريطة. لو نظرت إلى خريطة الحدود السعودية اليمنية في قرى فيها تداخل في جيزان ونجران
المنطقة دي لو حد مشي برجله دخل احتل قرية سعودية. صحيح. يعني الحدود مفتوحة على بعضها. إنما تأتي معلومات أجهزة الأمن السعودية والاستخبارات السعودية وصور بالقمر الصناعي أن هناك قوات تستعد للبحث على الحدود السعودية وفي صواريخ سكود موجودة، كان لابد من عمل، لأن ده نوع من حماية الأمن الوطني والأمن القومي السعودي، فكان لازم تعملي عملية وقائية لمنع هذا الموضوع. يعني كانت ضرورة حتمية. كانت ضرورة حتمية. كويس. طب عايز أسأل حضرتك، ما فهمته من كلام حضرتك أستاذ عماد أن الخلاف بين الحلفاء وارد ولكن يبقى الحلفاء حلفاء؟ لا، ما أنا بس حجيلك بس في نقطة، بس عايز أكمل النقطة دي وحجيلك سؤالك المهم جدا اللي حضرتك اتفضلت بيه. أشكرك يا فندم. ليه بقى فجأة ظهرت سوريا بعد اليمن؟ هقول لحضرتك السبب. لأنه اكتشف الطرف السعودي وهو يحارب أنه في حقيقة الأمر لا يحارب الطرف الحوثي، ولكن يحارب الحوثي اللي هو متسلح بمذهب له علاقة بإيران، المتسلح بسلاح إيراني بتمويل إيراني، جزء منه دخل من عمان وجزء كان يراد أنه هو يخش من البحر، والبحرية المصرية والبحرية السعودية بتظبطه من حد النهاردة، وفي كميات أسلحة كانت بتحاول تعملها، واكتشفت أنه هناك تدريب ومعسكرات موجودة، ولقوا قبل كده. يعني القصة ما بدأتش من هنا، بدأت كمان بالنسبة للبحرين التي في المنطقة الشرقية تمتد بجسر الملك فهد إلى دولة البحرين، اللي هي تعتبر أيضا جزء من خاصرة بس من الناحية البحرية، وأصبحت مرتبطة بالجسر في المنطقة الشرقية بالنسبة للسعودية، إن هناك تحريك، وده بقى لها 4-5 سنين للأقلية الشيعية أو الشيعة اللي موجودين هناك ضد المصالح السعودية، مما دعا قوات من الحرس الوطني السعودي من كم سنة تخش وتحاول إن هي تؤمن المنطقة. إذن إيران تظهر في كل منطقة بالنسبة لها. فمن هنا اكتشفت المملكة أنها إذا أرادت أن توقف إيران عليها أن تحاربها على امتداد كل الجبهات. فمن هنا بدأت أن هي تدخل طرفا في المسألة السورية وتهدد حتى في العمل، مثل ما فعلت في اليمن. يعني الهدف واحد لكن ربما المنطقتين مختلفتين أو دولتين مختلفتين، لكن الهدف واحد والعدو واحد. بس أن هي تخش في هنا بقى في فرق، هي تقدر في اليمن تخش بشكل مباشر حتى لو عايزة تحرك قوات برية، لكن في سوريا ده موضوع الجغرافيا فيه صعبة للغاية. هي بعتت اضطراب من الطائرات في قاعدة أنجرليك التركية، هي ممكن ان هي تقوم بضربات جوية، لكن اذا بتتكلمي على عمل بري عسكري بعد التدخل الروسي فهذه قضية معقدة وصعبة للغاية. فهنا حتى يعني لا يجب ان نتشاجر على الدب، على فراء الدب قبل ان نصطاد الدب. فاحنا ليه بنتخانق على ايه اللي هيحصل في سوريا اذا كان احتمالات العمل العسكري في سوريا البري غير وارده، غير وارده خاصه بعد التدخل الروسي اللي هو موجود. من هنا في حدثين مهمين جدا، انه التدخل الروسي ثم التجربه اللي هي في الحرب السوريه التي اثبتت انها حرب لا منتصر، كل هذا الوضع يجعل ان هناك تقارب في وجهات النظر، الوضع نفسه يجعل تقارب في وجهات النظر ما بين السعوديه ومصر فيما يختص بالمستقبل. هنا هيبقى في سؤالين. السؤال الاول، ما هو شكل الدوله النهائي في سوريا انما تتم تسويه سياسيه؟ السؤال الثاني، ما هو مصير بشار الاسد؟ انا مستعد اجزم لحضرتك انه حتى روسيا غير حريصه على بقاء الاسد. على بقاء الاسد. السؤال يخرج متى وفي اي ظروف، لكن انه يخرج او يقعد هذا سؤال غير مطروح. لكن كيفيه الخروج ربما، وين ان هاو، دول هم السؤالين اللي هم مطروحين. واعتقد انه واحنا بنتكلم دلوقتي ممكن يكون العاهد السعودي والرئيس المصري الاثنين واصلين لنفس النتيجه دي.
يجي بقى لنقطة إيه، هم مختلفين ولا متخانقين؟ أنا مقال اللي نازل بكرة في جريدة الوطن يتحدث عن وهم مصطلح التطابق. أكيد سيادتك والسادة المشاهدين سمعوا 100 مرة في البيانات الرسمية التي تصدر أو في الإعلام يقول لك هناك تطابق في وجهات النظر. أنا يعني أجزم لحضرتك إنه في علم المصالح السياسية أو علم السياسة يوجد زي بصمة الإصبع في اثنين شبه بعض. مفيش تطابق، ربما في أحسن الأحوال هناك توافق. توافق، برافو عليك. لكن يحدث دائما تباين. تباين لأنه المصالح نفسها متباينة، مش وجهات النظر اللي متباينة. أنا مصلحتي أكون هنا أؤيد هذا الطرف 4 درجات والتاني مصلحته أن يكون معاه 6 درجات. يعني مثلا زي ما مصلحة المملكة العربية السعودية، وهذا ما تتفهمه مصر، أن هي في ظل خلافها مع إيران الشيعية أنه السعودية تحسن علاقتها مع تركيا السنية. مصر مستعلنة من هذا الموضوع، وبالعكس ده ممكن يكون مدخل لتحسين العلاقات. زي ما مصر فهمة أن قطر دولة في دول مجلس التعاون الخليجي، فلا يمكن أن تطلب من شقيقتها السعودية أن هي تقاطع قطر علشان قطر في خلاف مع مصر. كل واحد يتفهم مصالح الآخر. كل واحد ده في علم السياسة. يعني حضرتك في أكتر من أهم طرفين في أوروبا اللي هم فرنسا وألمانيا. ألمانيا الاثنين فهموا أنه ما فيش حاجة اسمها تطابق في المصالح. حتى في مصالح اقتصادية، في مشاريع النقل، في أسمنت، في حديد، في ضريبة كربون، في كل القصص دي في مصالح متباينة. لكن في النهاية السياسة ليست هي علم التوافق وبس، ولكن تنظيم الخلاف، تنظيم التباينات والخلاف. يعني اصل البعض ببساطه كده استاذ عماد وحضرتك استاذنا يعني بيفكر يقول لك اصل طالما يعني ما كناش معاهم في كل حاجه فممكن الدعم الاقتصادي يتوقف. انا بكلم حاجه يعني بما ما يردده البعض في الداخل. اولا المملكه العربيه السعوديه دوله كريمه في سلوكياتها وفي اخلاقياتها. يمكن ان هي تتعامل مع دوله بمنطق الابتزاز، اذا ما عملتش كده مش هعمل كده. نمره واحد. نمره اثنين، إن مصر حينما تدعمها المملكة العربية السعودية هي تدعم الأمن القومي السعودي، تدعم الخط الأول في مواجهة هذا. أنا بس أحاول أقول لحضرتك، تخيلي السيناريو لا قدر الله القبيح لو كانت انهارت مصر على طريق سوريا. عارفة كان هيحصل إيه؟ محدش قادر يتخيل المشهد ده. صحيح. إن الناس تطلع على مراكب، مش هتروح اليونان وبس بالبحر الأبيض، لا، كان هتطلع بالملايين على مراكب تروح الحدود السعودية، السواحل السعودية. يعني انفراط عقد مصر يؤثر جيوستراتيجيا، يؤثر اقتصاديا، يؤثر بشريا، يؤثر أمنيا، يزيد من حالة الإرهاب، يهدم القلعة السنية الدرع لحوالي 90 مليون مصري يقفون في ظهر المملكة العربية السعودية إذا أي خطر من الممكن أن يتهددها. أنا عرفت ليه أستاذ عماد حضرتك كنت بترفع شعار بهدوء، لأن هذا الهدوء بيمنح حضرتك فرصة للتأمل والتفكير العقلاني الهادئ الحقيقة يعني. طيب عايز أسأل على الله يخليك يا استاذ عماد، عايزه اسال على حاجه اكيد تابعته ايضا وسائل الاعلام الغربيه اللي اشارت الى القمه المرتقبه ما بين اردوغان والملك سلمان في نهايه هذا الاسبوع، وبعض التكهنات بدات تتحدث عن ربما وساطه ان صح التعبير او الترجمه يعني سعوديه لتقريب العلاقات او تحسين العلاقات المصريه التركيه. هل هذا وارد في المشهد؟ انا استطيع ان اؤكد وساطه كانت وما زالت وتتظل من الملك سلمان. لكن هي الفكره يجب ان احنا نفهم، وانا لست من يعني انصار اردوغان او من المعجبين به، لكن دايما يقول لك عشان تقدري تفهمي الطرف اللي قدامك بيعمل كده ليه، تحاولي تفهمي مبرراته. هو يعني يتخذ هذا الموقف من الحاله المصريه ليس لأسباب ذاتية، ولكن لأسباب لها علاقة بالداخل
والموقف الانتخابي والمناصرين وجمهور حزبه، لأن هو يقوم على مناصرين أو محاذبين يعتمدون سياسة تيار الإسلام السياسي. مظبوط، صحيح. الذين يرون في جماعة الإخوان المسلمين بالذات في مصر هي التنظيم الأم، هي التنظيم الروحي المؤسس لفكرة دولة الخلافة اللي هي موجودة. هذا الحلم الذي كان يراد له أن تقوم تركيا مرة أخرى بالعثمانية الجديدة من خلال دور موجود في مصر، كان هذا حلم موجود بالنسبة لنا. الذي حدث في 30 يونيو أنه قسم ظهر هذا الحلم وهذا المشروع وأصبح شظايا وتناقض. والجمهور أردوغان الذي كان يؤيده في دعم الحالة المصرية في ظل الإخوان أصبح الآن يشعر بقلق، لأن هذا النموذج حضرتك يجب أن تعلمي أيضا أن الذي سوق جماعة الإخوان من 2010 إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي هو أردوغان، هي تركيا طبعا. لا، قال لهم لا تعتمدوا على شيوخ وأمراء الخليج لأنهم سنهم بيكبر وخلاص ماشيين، ولا تعتمدوا على الأنظمة ذات الحكم العسكري. شوفوا الموديل اللي احنا بنيناه في أنقرة، في عندنا في تركيا قائم على الإسلام السياسي الذي يأتي عبر الشرعية وعبر الانتخابات وعبر الموديل، فإحنا هنعمل لكم ما يمكن أن يسمى بصفت إسلام. الإسلام الصفت اللطيف اللي هو قائم على الشرعية الغربية بنفس الموديل الغربي، وقال لهم لو عايزين تتأكدوا بعتوا مكين اللي هو كان من الحزب الجمهوري في لجنة قصر حقائق في 2010 وابتدى وقابل قيادة الإخوان المسلمين وطرح عليهم مجموعة من الأسئلة ولقى أن كل الإجابات بما فيها معاهدة السلام وإسرائيل وكل هذه الأمور اللي هم موافقين عليها. فدلوقتي لما تشوفي أردوغان هنا بقى عشان 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 نجاوب على السؤال هل هيوافق ولا لا، هل أردوغان عشان خاطر المصالح السعودية وعلاقته بالملك سلمان يرى انه في حساباته ان يضحي بقاعدته الانتخابية اللي موجودة بالصورة اللي هو خلقها وبصورته الذهنية التي بناها والصورة التي طوقها عند الامريكان، خدوا الاخوان دول اجدع ناس فثبت انهم مشروع انت، لان هو لحظة ما يقابل الرئيس السيسي معناه على طول انه هو توقف عن تأييد مشروع، نفض يده عن مشروع الاخوان او عن الاخوان نفسه اخوان خلاص، وانه يعني ارتضى بنظام الحكم الجديد اللي هو موجود، ومن هنا على طول هذا صاد عليه تبعات. انا من تحليل حضرتك اشعر ان هذا امر مستحيل، اشبه بالانتحار السياسي، صح التعبير؟ مستحيل، لا انا ما قلتش مستحيل، بس بقول لك انه صعب. هنا كلفة القرار، هنا أنا ده هو كده بينتحر في الداخل وفي الخارج. هو على فكرة هو بقاله فترة بيتراجع عن أمور كثيرة جدا، يعني في علاقته بروسيا تراجع عن أمور كثيرة جدا، في علاقته عن إيران تراجع عن أمور كثيرة جدا، في علاقته بالمملكة تراجع عن أمور كثيرة جدا، في خلافه مع الإمارات بعد ما اختلفوا معاه حاول أن هو ناس من عنده أنهم يتقربوا مع الشيخ محمد بن زايد ومع دولة الإمارات، يعني هو خد نوك اوت. يعني أردوغان من 3 سنين غير أردوغان الآن، عنده مشكلة مع الأكراد، عنده مشكلة في الداخل، عنده مشكلة مع داعش، كشف وضعه بالنسبة لدعمه لداعش، ثبت أنه هو تاجر أزمات، ثبت أنه عايز يريد أنه يكون على علاقة مع كل الأطراف المتصدمة في آن واحد، يريد أن يحصل حلول على دعم النازحين واللاجئين السوريين. يعني في الصورة التي كانت يعني بالنسبة لأردوغان السيناريو مفتوح مع مصر أيضا، ربما هو مفتوح، لكن في النهاية هو يعتمد على نقطة واحدة أساسية وهي إيه، وهي إنه هل يستطيع أن يدفع الكلفة. أنا أتصور إنه هيبقى ذكي، هيعمل حاجة، هيقول للملك سلمان، يقول له أنا طلبك ده أمر بالنسبة لي أنا موافق، بس هيقول له بس إيه، يفرج عن مرسي
يطلع الاخوان يرجع يوافق على شرعيتهم ان هم يبقوا موجودين في الحكم، وانت حدد الميعاد وانا اتقابل معك. يعني ده هذه شروط تعجيزيه بمفاهيم السياسه يعني. هو يعني انا تاني انا ما عنديش معلومات، لا احدثك عن معلومات، ولكن انا احاول ان استقرئ سلوك الرجل من المعطيات اللي هي موجوده عنده ومن تاريخه السابق ومن قدرته في المناوره. هو مناور من الدرجه الاولى، لا يجب الاستهانه باردوغان. يعني انت اذا مختلفه مع شخص يجب الا تحط من قدر خصومك او اعدائك، يجب برضه انك تقيميهم قدر قدرتهم وقدر حكمتهم وقدر براعتهم في اداء الدور. هو في النهايه لا يريد ان هو يعيد الملك سلمان خائبا، لازم يرجعه بخبر، فغالبا هيقول له انا موافق بس. بشكرك استاذ عماد، ويعني بعتذر لضيق الوقت المخصص المقدمه، كان نفسي الحلقه كلها تبقى مع حضرتك على الهاتف، لان الحقيقه حضرتك قدمت لنا الكلام الثاني في مفاتيح الفهم للسياسه او التغيرات الاقليميه والعربيه. بشكر حضرتك الاعلامي الكبير الاستاذ عماد الدين اديب، شكرا يا فندم لوجود حضرتك معانا في كلام تاني. هروح